في أيضا تطور، ما لا أدري إن كان هناك ربط بالفعل بينه وبين مسألة الاتجار بالمخدرات، مسألة الاغتيالات في درعا، هل له ارتباط بحسب مراقبتك سيد المسالمة بالاتجار بالمخدرات؟ منذ فترة أخذ الثوار على عاتقهم القيام بتصفية عملاء النظام، وتم تجهيز قوائم بأسماء المخبرين والعملاء والذين يتعاونون مع النظام، وضمن هذه القوائم كان هناك تجار للمخدرات، فتم استهداف الكثير منهم وتم قتل الكثير من قبل تجار المخدرات حتى لا تكون هذه الآفة موجودة، وكان هناك توعية للمدنيين وتوعية للشباب، ولكن النظام يسعى إلى تخريب الشباب حتى لا يقف أحد أمام هذا النظام والتمدد الشيعي الإيراني في الجنوب السوري. ملف الاغتيالات كان حاضرا به تجار المخدرات وتم استهداف الكثير منهم. ولكن أيضا بحسب ما قرأت هناك حالات اغتيال للشباب أهالي درعا سيد المسالمة، كيف تفسر الآن اغتيالات تطال شباب درعا؟ نعم، عندما كان هناك الصحوة الثورية في الجنوب السوري وقيام بعض من الثوار والشرفاء والأحرار باغتيال المخبرين وتجار المخدرات والتعاونين والمساندين للنظام والذين يعمل معه كميليشيات محلية، قامت الميليشيات الإيرانية وحزب الله اللبناني وخلفها النظام والأمن العسكري والمخابرات الجوية باستهداف الشباب الذين لا شأن لهم بأي شيء، وأحياء حالات الثأر والخلافات العائلية حتى يتم التشويش على هذه الصحوات الثورية التي كانت في الجنوب السوري تمهيدا من لها، حتى يتم تشتيت المجتمع وتشتيت وتفكيك الأسرة الواحدة بإحياء الثارات وإحياء الخلافات العائلية بالقتل هنا وهناك، حتى يكون هناك استباحة للدم في الجنوب السوري، وخلط الأوراق بشكل كبير جدا عندما تم نشر أو الحديث عن أنه سيتم استهداف العملاء والمخدرين وتجار المخدرات، قامت خلاياهم خلايا النظام وإيران باستهداف المدنيين والشباب الآمنين، منهم من كان تاجر بالمواد الزراعية، منهم من كان يعمل بتجارة الخضار، منهم من كان يعمل بتجارة المواد الغذائية، تم استهدافهم وسرقة سياراتهم بحجة أي حجج كانت لهذا النظام حتى يخلط الأوراق، وتمكن من خلط الأوراق بكل أسف. إلى متى سيستمر الوضع هكذا، الوضع الأمني في درعا هكذا؟ حتى يسقط هذا النظام باختصار. نعم.